السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة 15 مارس 2022، كنا عايزين نتكلم نبذة بسيطة كده عن موضوع تعدد الأجيال على الشجرة الواحدة، بحيث إن احنا نتفادى الظروف الجوية الغير مناسبة ويكون عندنا أكتر من جيل عشان خاطر يكون عندنا محصول كويس إن شاء الله. يعني بالنسبة للجيل ده أنا بعتبره كده الجيل الأول على الشجرة، وده بيمثل حوالي 20% من الطرحات اللي موجودة على الشجرة. تمام، ده كده الجيل التاني اللي حضراتكم لسه شايفينه ده، وده الجيل التالت. الجيل التالت ده احنا لسه القص ده قصينه من حوالي 20 يوم، يعني من 20 لـ25 يوم بالظبط. تمام، وبدأ ان هو يطلع نموات حديثة زي ايه حضراتكم شايفين كده، كده نموات حديثة، وده كده برضو، ده كده ايه الجيل الثالث. تمام، مع نفس الشجرة برضو، ده متقصف برضو من نفس الوقت وبدأ ان هو يطلع نموات حديثة. فده الاجيال الثلاثة اللي ان شاء الله ربنا يكرمنا ونطلع بموسم كويس. يعني طبعا الجو، برودة الجو دي ساعدت في ان العيون دي تخرج ان شاء الله وتطلع نموات زهرية. شكرا.